فلذلك انا اعتقد اذا في توجه حكومه اليوم مدت ايدها بهذا التوجه ردوا عليها نعم، وطبقوا قانون لمال الخدمه المدنيه اللي فيه القيادين 4 سنوات، تبتدي حتى من مدير ووكيل مساعد ووكيل وكيل، لان هذيلي مهما حط اذا ما تغيرهم لو تجيب لي رسل وانبياء وزراء ما يسوون شيء. نعم ما ينفع. دكتور فهد السماوي، النواب في السابق لما كانوا مرشحين يبون يقدمون ذمتهم الماليه، يقول اذا وصلت راح اقدم ذمتي الماليه، راح اذا وصلت راح اقدم قانون، اين لك هذا؟ ما شفنا احد الا نائب واحد فقط اللي هو خالد، الدكتور خالد شخي. طبعا والباقي ما سمعنا صوتهم من تاريخ 2/2. احنا خلينا يعني لا الساعه 8 مساء بعدين ما عاد سمعت اصوات. هو شوف في اتهام واضح وفي واقع يؤيده، يعني ان مجلس الامه احيانا يكون مصدر استرزاق، وبعض النواب قالت كذي، وفي مرشح رزقهم منه يعني. اي طبعا، يعني احد حتى التجار الكبار قال افضل طريق ان تصبح مليونيرا ان تكون عضوا مجلس امه. واحنا نشوف في التغير الواضح بعض النواب لما يدخلون المجلس نشوف حالتهم تغيرت يعني الماديه بشكل كبير. فالمجلس اصبح كانه شركه يسترزقون منها، وبعض النواب اول ما ينجح سوى شركه تجاره عامه ومغاولات عشان ياخذ مناقصات. وهذا واقع موجود يعني وملموس، ان مجلس الامه ليس للخدمه العامه. لذلك قانون الكويت يقول الموظف البسيط العادي لا يجوز ان يجمع بين وظيفته وتجارته. ما ممنوع عليك تطلع ترخيص تجاري. نعم بنتكلم وياه بس عشان ما ناخر اخونا مهدي المتروك. حياك الله استاذ مهدي. اهلا فيك حياك الله. الله يسلمك. حياك الله استاذ مهدي. استاذ مهدي، تشكيل الحكومه اللي تم الاعلان عنه اليوم، وجهه نظرك. اي نعم. متفائل؟ غير متفائل؟ اي تفضل. تفضل. لا لا صوتك كان يقطع، تفضل. اقول استاذ مهدي المتروك، اليوم تم اعلان تشكيل الحكومه، وبوجهه نظرك التشكيل. ايه. شنو تشوف التشكيل بوجهه نظرك؟ والله شوف تشكيلنا احنا متأملين في هذا التشكيل، لأن احنا ما نعرف أطرافه أو زوايا مالته، ومتأملين أنه يكون إصلاحي لهذا المجلس الأمة. نعم. وأنه يكون يتناسق معاهم وأنه يمشون مع رأي بعض، فممكن عشان لا تكون الكويتية هي المظلومة في هذه المنعطف السياسي اللي قاعد يحصل في البرلمان ومجلس. نعم. الوزراء أقصد. نعم. وجهة نظرك أن المجلس هذا الوزراء على مستوى الطموح؟ والله أنا متفائل. نعم. في هذا، بس مثل ما قلت لك يعني متمنين أنه يحطون رب العالمين بين عيونهم المجلسين إن شاء الله، سواء الوزراء والأمة، بحيث أنه يعطي مستخرجات جيدة حق الشعب الكويتي وحق الكويت بين قوسين، يعني هي الأم الحاضنة حق هذا المجلسين، يعني مجلس الوزراء ومجلس. نعم. نعم. شاكر لك أستاذ مهدي المتروك على مداخلتك. شاكر الله لك الله يطول عمرك وإن شاء الله بالتوفيق. أجمعين إن شاء الله. شكرا. هم هذا الكلام النساء كان غير متفائل، وجهت الأستاذ اياد المطوع الان هذا متفائل وانت غير متفائل، وجهت نظرك له. بس خلنا نكمل بعدين انك تاخذها على موضوع مجلس الامه، يعني المفروض مجلس بس وجهت نظرك على على المتروك عشان هو طبعا زار الخير يقول ان شاء الله مهدي يستمرون، يتمنى كلها دعوات، يتمنى انهم يخافون رب العالمين وان يخافون الكويت وان ما يجيبون وان يضبطون حالهم وان ينسجمون وان الكويتيين متمنين من كل خير. كلها امنيات طلعت، هذا انا اقولها بعد. احنا نتمنى نتمنى منهم ان يغيرون صوره الكويت وان تكون الكويت يعني اكثر حريات واكثر خدمات. في موضوع مجلس الامه، السؤال اللي تفضلت فيه قبل مداخله الاخ مهدي، احنا لازم نفهم لماذا نريد مجلس الامه. يعني الان احنا المال السياسي انت عارف داش بقوه، واصبح الان اللي ما ينفق، يعني احد المرشحين يقول اللي ما عنده مليون ينفق لحمله انتخابيه ايش حق يدش مجلس الامه؟ يعني في انفاق مالي كبير، تساؤل الان، فهل تريد ان فعلا يكشفون ذمته الماليه؟ هل فعلا القياديين يريدون انت مرشح
دفعت قطيت مليون دينار. لا انا بالنسبه لي على طريق المعاش، حملتي إيه متواضعه جدا يعني. طبعا بس ليش غريب ان مليون اي في ناس ينفقون صح كبير يعني. أنا انت كنت مرشح بدال الاولى واستاذ اياد مرشح بدال بالاولى وانت الرابعه. احنا قاعد على قد حالنا يعني على قطيات الاهل. لا بس صحيح كلامنا، في مع الاسف اموال هاي يعني. انا امر على بعض طالب اعرف قاعد يصرف، فوجئ يعني قاعد افكر انزين انا قط هالمبلغ شو اللي يفكر فيه؟ يعني لو حسبناه المليون ومعاشه او راتبه اللي عاش 120 ألف أربع سنوات على أربع سنوات مكافأته في المجلس يطلع مديون. هذا طبعا مديون هو. فأقول لك في خلل المفروض بس يمكن يتعوض في لما يطلع رخصة مؤسسة عامة طبعا هذا لازم المليون يصير 20 مليون. فلذلك أنا أستغرب ليش الموظف البسيط في القانون المدني ممنوع عليه أنه يفتح ترخيص بقالة، ممنوع يمنع بين الوظيفة والتجارة. صحيح. بينما القياديين هو سياسي ومتنفذ وبيد القرار يشتغل في التجارة، ما يصير سياسة وتجارة. ما ينفع. هذا مبدأ أساسي إذا نبي البلد تمشي صح، يا سياسة يا تجارة. تبي تصير تاجر ليش عندنا إحنا نواب سياسي وتاجر؟ إيه شو ما عندنا أغلب النواب مو سنو حتى الوزراء. بس عندنا نواب بس بصورة. أنا أختلف معك دكتور فهد إن عندنا نواب طلع ذمة المالية 300 دينار، عندنا نائب ثاني طلع ذمة المالية 30 دينار، يعني حتى راتبه راح. احنا نتكلم في الاجمال، ما نتكلم. انا اتكلم في الاجمال. كثير من اعضاء مجلس الامه تجار، وكثير من ايضا من الوزارات تجار، وان لم يكونوا بصوره مباشره عن طريق الاخرين. لذلك انا اعتقد الاحتكار الموجود وايضا المناقصات اللي بالباطن هذا كلها مدفوعه الثمن. وتذكرون وزير بالاسره لما خرج وقال كل استجواب مدفوع الثمن وكل سؤال له ثمن. هذا واقع موجود، يجب ان ما نغطي عيوننا عن الواقع السياسي الغير. شلون تثقف النواب في العملية انه نائب رقابي وتشريعي؟ يعني مو نائب مناقصات، نائب خدمات، نائب مناقصات. نبي نائب يعني شلون صار لك نائب جاي للخدمة العامة، جاي يخدم الشعب، جاي يضحي، جاي يستهلك وقته وعقله وفكره من اجل عشان لا يترجمها المشاهد ان بعض منهم احنا ما طبعا نتكلم عن بعض. نعم. نتكلم عن بعض لان الممارسه موجوده والشعب عارفها يعني اساسا يعني، ولا ما طلع عندنا مجلس قبيضه وطلع عندنا كذا، فالكل عارف هذه الامور. ولكن المفروض غير والواقع غير. المفروض ان ياتي هذا النائب كل جل وقته وتفكيره وهمه كيف ينتشل الكويت، كيف يرفع من الكويت في مصاف الدول المتقدمه، كيف يطور الحريات، كيف يطور الخدمات. هذا الاصل. ولكن انا اعتقد كل هذا الكلام الذي نقوله ما لم يكن هناك إصلاح سياسي حقيقي لن نخرج من هذه الفوضى والدوامة السياسية. لذلك أنا أتبنى من مجلس الأمة أن أول خطوات يبدأ فيها هي قوانين منظومة الإصلاح السياسي، بدءا من تنظيم العمل السياسي وفصل السلطات. يعني كفى أن تكون السلطة التنفيذية سلطة مستقلة بذاتها ومهيمنة على السلطة التشريعية ومهيمنة على السلطة القضائية. الآن تعين السلطة القضائية وتشارك بأعمال السلطة التشريعية، هذا وين يصير إلا بالكويت؟ هذا الخلل في بنية النظام السياسي لازم يتعدل حتى تعد حدودهم. أنا أصح في هيمنة طبعا. الحين السلطة التنفيذية بكرة مو مجلس وزراء مو موجودين بكرة في مجلس الأمة؟ نعم. مو هم جزء من السلطة التشريعية؟ نعم. طيب أعضاء معه أعضاء زين. نعم. هم سلطة تنفيذية ولا سلطة تشريعية ولا الاثنين؟ الاثنين. الحين القضاة من عينهم السلطة التنفيذية. نعم. طيب وين فصل السلطات؟ ففي هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. بل تستطيع السلطة التنفيذية الآن عدم حضورها جلسات مجلس الأمة أن تعطل السلطة المستقلة هي السلطة التشريعية. هذا وين يحدث؟ ففي خلل في بنية النظام السياسي. في تعديل بعض المواد؟ لابد أول شيء قوانين الإصلاح السياسي، لأنه هو بوابة التنمية وبوابة الإصلاح في جميع المجالات. الإصلاح السياسي أولا تنظيم سياسي صحيح كما هو في الغرب، تنظيم أحزاب، منع التجارة، كشف الذمة المالية، قانون تضارب المصالح، هيئة مستقلة للانتخابات كلها سواء من انتخابات الأمة إلى انتخابات الجمعيات. لابد أن تكون بعيدة عن هيمنة السلطة التنفيذية، تكون هيئة مستقلة، رقابة شعبية واعية. إذا الشعب مو صاحي ولا واعي ماكو فايدة. أيضا لابد أن يرتفع سقف الشعب في المراقبة والمحاسبة. هذه منظومة متكاملة إذا أردت الإصلاح. أما إذا ظلينا في هذا الوضع لا إصلاح سياسي ومجلس أمة مخترق من قبل الحكومة،
اذا لا تتوقع ان الكويت ستعود دره كما كانت. نعم نفس الكلام اللي قاله الاستاذ اياد المطوع انه تعبنا وملينا مشاكل. والله تعبنا عمل وانجاز. يعني كثير من الكويتيين الان بيني وبينك يخاطبوني يقولون اذا ما خلال السنتين القادمات اذا لم يحدث تطوير وتعود الكويت دره وكما نتمناها ستكون هناك هجره داخليه وخارجيه. هجره داخليه هي انعزال وانزواء. كثير من الناس الان يقولون سنذهب للعزوف والانعزال هجره داخليه، وبعضهم حتى يقول افكر اني اروح حتى لدول الخليج او اروح اي مكان بس اخرج من هذا الجو المقيت. فالان اقول لك انا شخصيا وغيري من ابناء الكويت يشعرون بعدم الاطمئنان، بدينا نخاف. انا بديت اشعر بالخوف. بس شو نسوي احنا كشعب نقينا بتاريخ 52 50 حطينا اصواتنا. تفضل عندك وجهه نظر. شوف خلينا نقول شيء، يعني الاشكاليه انا بعطيك مثال عيد طبعا كلامه، لكن نبي خطوات عمليه. اول خطوه عمليه لازم يكون هناك لوائح واضحه لمحاسبه النائب بالدرجه الاولى. النائب من قاعد يحاسبه؟ حق قاعد يحاسبه؟ يحاسب من يشاء وما حد يحاسبه. بالضبط. يعني انت الدستور هذا ليش نظم؟ نظم حتى ما يكون عندك سلطه واحده تستاثر بالحكم المباشر. لذلك نظموا طريقه الحاكم مع الشعب الى اخره. اليوم انا لما نظمت الفرد الحاكم الفرد وخليته بآلية الدستور وإلى آخره، ثم أحط لي مكانه 50، هذا ما قبضنا شيء، ما خربطنا الدنيا، خلنا على واحد كنا أبرك. هاي واحد. اثنين، أنا بعطي أمثلة واقعية. الآن تدري مجلس الأمة في مصر ما يقبض رواتب، النائب ما يأخذ راتب. تطوعي؟ مو تطوعي، يقبض بحضوره. تحضر الجلسة، تحضر اللجنة، نعم. سجلون لك. ما حضرت مالك شيء. هذا مطبق في الجمعيات التعاونية. هذا واحد. اثنين، اظن البرلمان يا السويسري يا الهولندي ماني متاكد، سلامتك ولا فلس تطوعي بحت، تبي رشح تعال دش اخدم امتك شكرا، معاك فلوس تهيئ لك الدوله المكان. تتوقع اذا خلوه تطوعي عضو مجلس الامه ما راح يتقدموا؟ انا ما اقول تطوعي، انا اقول لابد من جهاز رقابي شعبي بطريقه معينه، عن طريق لوائح، عن طريق كذا، يكون شفاف. يعني مثل الحين قانون النزاهه اللي الحين اقروه، أنا راح يعرض على المجلس الأمة من أول جلسة، لأن هذا خلاص صار قانون ضرورة وقع صاحب السمو. زين نعم. الآن محك، أنا أعرف تفاصيله، بيطلع كل شيء. راح يلتزمون الأعضاء فيه؟ ما على كيفه. إذا ما صوت إلزامي؟ طبعا. إذا الحين راح يصوت، الآن الحكومة قرته. أنا ليش قلت لك الشيخ جابر المبارك أخذ خطوة اثناء، يعني رغم ان الفتره ما تعتبر ضروره، لكن هو يبدو انه بيوجه رساله، نعم انا قادم للاصلاح عن طريق ان قاد هذا القانون اللي موجود كان من ايام الحكومه السابقه، وراح حق صاحب السمو ووقع على القانون ضروره، وفعلا صدر الان يعرض من اولويات الجداول كلها الاعمال، يعرض هذا القانون لانه قانون ضروره صدر خلاص، تعالوا صادقوا عليه يا مجلس الامه وافقوا عليه. طبعا يناقش الان هذا المحك، وافقون عليه ولا ما يافقون؟ في حال موافقه، طبعا ما وافقوا هذا علامة استفهام. يعطونك اعذار استاذ اياد مهما حطوا اعذار. انا قدام، اذا انت صادق مع نفسك وصادق مع الشعب وتبي قانون النزاهه حياك، اذا وقع وخلصوا في الحاله هذه فتعال طبق عليهم. هذه اول خطوه للاصلاح. اثنين، قلت لك ما قلت لك قانون محاسبه القيادين الان قاعد تحت التشريع. زين، هذه الخطوه الثالثه، انه تعال يبا انت ليش اليوم شو اسمه عندك مزايا؟ اولا من قال لك تحضر كل اسبوعين يا نائب؟ لا يبا نبي كل اسبوع، اذا بعد ممكن اسبوع جلستين، لان هذا وقت الامه ما نضيعه، احنا عندنا وايد شغلنا بنخلصه. اثنين، ليش اجازتك 3-4 شهور؟ شهرين بس، تبتدي من شهر اول اكتوبر تنتهي باخر نص 7، تاخذ لك اجازه شهرين وترد. ان انا معطيك مهمه جسيمه كبيره، انت نائب عني تروح تمثلني وتخلص شغلك كله. ثلاثه، اجرم دخول، على فكره بقانون النزاهه دخول النائب للوزارات والتواصلات تجريم، جريمة هذه ما يقدر يعيش إذا حكرت النزاهة هذا عضو مجلس الأمة. هو قانون النزاهة هذا القادم وفي هذه المادة، من راح يصوت له باكي إذا ما يخلص؟ عشان كذي هذا أنت تقول لي شو الحل؟ يقولك هذا الحل. زين، عشان ما يصير حق التكسب، عشان ما يصير إلا حق الإنسان فعلا راح يشتغل. معنا اتصال من الأستاذ مانع العجمي، حياك الله مانع. الله يبقيك، مساء المبارك، حياك الله. سمعت حديثنا عن تشكيل الحكومة، الله يعطيك العافيه ضيوفك، الله يسلمكم. والله تشكيل الحكومه، احنا الحكومه جات بعد ولادها متعثره جدا، ونتمنى التوفيق، ونتمنى منهم يعني اول شيء تطبيق القانون على الجميع،
نعم. وقراء القوانين خاصة مكافحة الفساد والتنمية الشاملة وخاصة الوحدة الوطنية فيما يخص الوحدة الوطنية. نعم. ونتمنى من الأعضاء أن يبتعدوا عن التعزيم ويعطونهم مجال أقل شيء سنة حتى يروى. يعطون يعني مجال للحكومة طبعا. اي نعم يعطون مجال للحكومة أقل شيء سنة حتى يرون يعني عملهم ويرون مدى جديتهم في تطبيق القانون.